هاي هاي جاد، صباح النور. تمام، كيفك؟ ماشي الحال؟ ماشي. اليوم وصفتنا دخلها دجاج واسباج وباذنجان وصوص طومات وجبنه الموتزاريلا. مزبوط. اليوم روسيت زودي كثير لايك جراتان يعني جاي شوي. لا رح نعمل، رح ناخذ الباذنجان نقشره نعمله سلايسز، نحط له زيت زيتون، نحط له ثوم، نحط له حبق، نحط له ملح وبهار ونشويه بالفرن. اوكي، بدنا نعمله سنيك لانه من بعد الشوايب رح الفوليوم يصغر تبعه. رح نرجع ناخذ الدجاج نقص، اذا بدك الصدر رح نقصه بالنص، نرجع النص شقفة تحت يطلع على قد الباذنجانة. اوكي، رح نرجع صوص طومات انا بلشت فيها الصبح لانه اذا بتلاحظي اللي من الصبح عم بغليها بدي اياها هالقد قاسية سميكة. مزبوط. حلو. بدنا نرجع اخر شيء من بعد ما نشوي الباذنجان، نحط الباذنجانة، نحط صوص طومات، نشوي الدجاج، نحط الدجاج عليها، نحط الفريش موتزاريلا، نحط البارميزان، نحط الصنوبر، نحط الدراي توميتو ونفوتها كلها على الفرن لتذوب. واو، يعني اذا بدك الجارنيتور مع الدجاج كلهم فوق بعضهم. حلو. والدجاجة رح تقصها؟ الدجاجة رح نقصها ننقعها. لا رح تقصها هيك ديكاتا. مزبوط. تكون رقيقة. رقيقة. رح نرجع نشويها ونرجع إذا بدك نركبها كلها فوق بعضها. أنا بقول يلا. نبلش؟ نبلش. يلا. نبلش بالباذنجان. نحطهم بالصينية. مزبوط. ورح نقشرها. تيفوتوا على مش كلها. إذا بدك بهالشكل. نزيحها. مزبوط. نترك شقفة من القشرة. تتهدي الباذنجانة لأن إذا بدنا نشيل كل القشرة تفرط. مزبوط. تقريبا بالفرن بدها فرن وسط حرارته، بدها يمكن شي 20 دقيقة أو 25 دقيقة لتستوي. اوكي، بهالسماكة بدنا نقصها. بنخليها على قياسها. هلا هي شوي كبيرة، شو بتعمل؟ رح نشيل منها شوي، يعني نحن بدنا القياس اذا بدك تبع هيدي الراس هول هيدي. منيح هول بجننوا، فهي رح نعملها هيك مشي حالها. اوكي، بدك تحط شيء قبل هون؟ بدي احط نقطة زيت بكعبها. طيب رح ناخذ وقفة نحن مشاهدينا، ضلكم محلكم راجعين. لكن حطينا الباذنجان بالصينية، حطينا نقطة زيت بكعب الصينية زيت زيتون، فلشنا الباذنجان، هلا رح نفرم لهم شوية حبق مثل ما قلنا بدهم شي 25 دقيقة بقلب الفرن. اوكي، رح ناخذ زيت زيتون نحط على الباذنجان. ناخذ الحبق الفرمناه بهالشكل، بعد ورقه بتكفي. اوكي، رح ناخذ حصين ثوم، نحط ملح، رشه ملح، رشه بهار من عندك. تومات هيك كمان نفلشهم عليهم. حطيت ملح؟ حطينا ملح. يلا ملح وبهار، هيدي هي. هلا هون نحن رح نفوت على الفرن. انا okay. اكيد عملت وحده الصبح، مش الصبح يعني هلا قبل ما نفوت على الهواء ب 20 دقيقه تطلع معنا على الوقت. هلا هي ما رح ندخلها احنا، بس فرجينا المشاهدين حلوين كيف بتنعمل. هيدي مثل ما قلنا بندخلها على الفرن على حراره وسط بين ال 20 وال 25 دقيقه. اوكي okay. هون مرحلة الباذنجان خلصناها. هلا شو رح نبلش بالدجاجات؟ دجاج رح ناخذهم بدنا نقص الدجاج ندقه شيء بسيط. كمان بدنا ندقه ضربة صغيرة بس ل يفلش على قياس الباذنجان بهالشكل. اوكي
هاي الروسات فيها تكون اذا بدك فيجيتيريان اللي ما عبالو يدخل فيها دجاج، فيها تكون باذنجان، في شوي بندوره، في شوي بصل بحطهم فوق بعضهم مع صوص طماط مع الموتزاريلا. اوكي شوي مثل البارميجانا اذا بدك، بس هون مستعملينها كغرنيتور اكثر. أيوه. مع الدجاج. احنا رح ما بدنا نقع قبل هون، بدنا نحط لهم بلا شويه ملح، شويه بقر، شويه حبق، شويه يعني اذا بدي كيك طعمه قبل بوقت يعني، او فينا دغري دغري لانه كثير رقيقه رح تكون. أوكي. بس اذا بتعطيني ورقه من تحت هون ناخذ مرقه 100% ما رح ندق هون كثير، اذا بدك دقه هيك على الخفيف ناعمه. إذا بتعطيني صحن كبير من ورا ساعتها بندق بنحط بالصحن دغري بنرجع بنقعهم. صحن طويل أو مدور؟ هيدا بجنن. بس تقريبا دق هالقد مش أكثر لتوسع شقفة الدجاج. وبتستوي أسرع؟ بتستوي أسرع. نحن كيف رح نطبخها بالمقلاية؟ بالمقلاية، فينا نشويها بالفرن كمان. أوكي. اللي عباله أكيد. موز اكيد صحن غيره هلا لنعبيه. هلا تخيلي بس الصحن. هي بتنعمل برجر جاد؟ بتنعمل اكيد مثل ما هي، بس ساعتها بننقي صدر اكبر. عم بنقصه بالنص. ايه صدر اكبر اذا بدك بنفتحه وبنخليه معلق على بعضه لحتى تطلع على قياس الخبزه. لانه اذا بدنا كبيره بتطلع صدر، لا بنجيب صدر 100 جرام، في صدر 100 جرام بالسوق بيطلع على بورشون وحده. أوكي. لانه اذا بدنا ناخده وندقه هالقد بيطلع البرجر كثير رفيع. اه رقيقه. يعني لتطلع بحجم الخبزه بدها تطلع كثير رقيقه. هون رح نعمل نحن إذا بتلاحظي لأن عم نزيدهم على كل شقفة باذنجان شقفتين دجاج. اوكي، هلا هون شو بدك تحط؟ ملح وبهار ملح وبهار، هلا بنفرم حبق وزيت زيتون. يلا بعد عنا مرة واحدة بس إذا بتجيب بدك ملح بعد صحن تحط فوقهم أو لا؟ لا بنجيب صحن ثاني، صحن ثاني عملها معروف. الاسبرج رح نستعملهم غارنيتور بالصحن. هلا بس نخلص الدجاج وننقعهم نشتغل فيهم، نرجع ندور على صوص طماط بنكفي لها غلي. هي لما نصفهم كلهم بدها ترجع تفوت على الفرن شيء او لا؟ بدنا نفوتها يمكن شيء 3 دقائق مع الجبنه. اه اوكي. بدنا نحط بارميزان بودره، بدنا نحط بارميزان شقف، بدنا نحط شقفه تدوب شوي. مظبوط تياد يعني اذا بدك ما كثير تذوب. ايه هون نحن الدجاج خلص مدق، رح نشيل الفلاتو والمدقه تبع الدجاج نحط غيرها. وهيدي خلص؟ وهيدي خلص. اوكي هول الدجاج مثل ما قلنا ندقه، رح افرم شوية حبق، رح اخذ كم عرق رومارين، يا اوكي رح ناخذ زيت زيتون. ملح هول قبل او لا؟ ملح وبهار من عندي. شوية حبق، هلا هذا الحبق كله رح ناخده نحطه بقلب المقلية.
اوكي هلا الدجاج خلص تينا باذنجان بالفرن اوكي هلا الدجاج رح نشيله شوي على جنب هون المي رح نسلق فيها الاسباج بدنا نقشره قبل وين القشاره؟ وين القشاره؟ احلى اوكي بهالوقت رح كفي صوص طومات انا هلا شو رح نعمل؟ رح نخلص الصوص طومات ندوق الملح والبهار تبعها نشيلها على جنب ضيف طماط رح نبلش نطبخ الدجاج الباذنجان بالفرن اوكي عم بنشوى تقريبا بعد بده 7 دقائق 8 دقائق بيطلع الباذنجان صوص طومات كمان تقريبا خالصه بس بدنا ندوق الملح والبهار تبعها بردون الاسباج بدك تعملهم بلانشير يعني مزبوط بالمي والملح الخشين اوكي هون محضرين المي المسقع وحضرين المي الملح صوص طماط رح نرجع نعيد كيف عملناها زيت زيتون ثلاث حصوص ثوم بينفقشوا ما بينفرموا على الاخر بيتقلوا مع الزيت بيرجع بينحط حبق بيرجع بينحط البندوره اللي هي مستويه ومقشره اذا بتلاحظي صوص طماط البندوره ما بنفرمها كثير ناعمه يعني نحن وعم نطبخها بنصير نحركها لحتى تفرط وتضل شقف بالطبخ بالطبخ أوكي. حتى ما تطلع كثير صوص بيوريه يعني ايه. تضل اذا بدك شوي هيك تشنكي شقف كبير هون اسبرج رح بلش اسلق انا مي وملح خشن دائما ملح خشن مش ملح ناعم لانه الملح الناعم فيه كثير يود يهري البرودوي نحن بده اياه يطلع الدنتي وليش ملح؟ ملح دائما بنحط بالمي تنحافظ على الملح اللي بالبرودوي اوكي تضل طعمته فيه يعني تضل طعمته والاملاح اللي بقلبه موجوده تضل بقلبه ما تظهر على المي هلا صوص طماط رح نشيلها الصغار شو رح تعمل فيهم؟ الصغار مثل ما هن راحوا بالزباله لا هلا بنشيلهم خليني اعطيك صحن صغير بنشيلهم عليهم الصغار رح نستعملهم اذا بدك نزين فيهم اكثر المونتاج بس بدنا نحطهم على بعضهم باذنجان مع الدجاج لكن الدجاج بدنا نقليه بالمقلاية يلا هلا يمكن دقيقتين ثلاثة بنخلص الصوص الباذنجان عم بنشوي الباذنجان مثل ما قلنا خمس دقائق أو سبع دقائق بالفرن بيخلص والأسبرج هلا رح نبلش نسلق هلا الأسبرج رح يجي على جنب مزبوط الأسبرج رح يجي على داير الصحن عندنا شقفة الباذنجان عندنا صوص طماط عندنا الدجاج لكن رجعنا على وصفتنا الباذنجان خلص بجنن الباذنجان طلع من الفرن اخذ 20 دقيقة تقريبا او 22 دقيقة الدجاج بدنا نقليهم الدجاج رح نبلش فيه هلا يعني رح نبلش بالدجاج اوكي الصوص طماط خلصت ونرجع نعمل المونتاج تبع عظيم لكن بالمونتاج قلنا اول شيء بدنا نبلش بالباذنجان باذنجان حط شوية صوص طماط حط الدجاج نرجع بنحط شوية بيستو، نرجع بنحط دراي توميتو بارميزان، نرجع بنحط على الوجه شقفة الدجاج. اها، سو في شقفتين دجاج يعني. مزبوط. يومي ريحة ال ريحة الرومارين. الرومارين بالزيت. وهيدي شو بدك تعمل فيها؟ يلا كمان. كمان. نستفيد من الوقت. هول يعني واحد اثنين ثلاثة هول بيعملوا أربعة مزبوط نحن قد ايه عنا؟ نحن عنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة تسعة تسعة اوكي مش ضروري نعملهم كلهم لا نعمل على عدد الدجاج نايس
نبلش دغري هلا الوقت اللي بتبقى معنا. بدك ترجع تحطهم بالصينيه نورو هي زيتها نعملها بهي زيتها نرجع ندخلهم على الفرن دقيقه او دقيقتين بعدين نرجع نرجع نشيلهم على الصوم. اوكي بهالشكل اوكي نايس شو حلوه هالصوص حلوه لانه كثير حلوه لانها سميكه اخذنا وقت غليناها لكن مشاهدينا بعد ناقص نخلص الدجاج نرجع نحطه فوق الباذنجانه ناخذ رشه بارميزان هيك مع شويه جبنه موتزاريلا في كمان بندوره مجففه وحبق رح نرجع على تيستينج ونشوف كيف خلصوا بالاخر وندوق اكيد رح ننتقل لعند رولا هلا بوقت ما نمشي واو 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 جاد انا ما كنت هون يعني بهالبريك جيت شفت هالشيء فاجأتي واو نحن هون حطينا الدجاج بالفرن رولا تعي شوفي مليح الريحه يا هي هذا شو يا ولدي جاد. لا فاجأتنا فاجأتنا جاد ما توقعنا هيك شيء هالقد راقي يعني هيدا اذا بنعمله بالبيت توقعنا ساندويتش هيك إذا بدنا نعمله واو هلا أنا وياك بنعرف إنه ما رح نعمله بدي أحكي عن حالك رولا هلا فينا نعمله بس إنه صحيح لي جاد يعمل لي إياه ويقدم لا هلا بتنعمل منا يعني فيها دجاج باذنجان سلايس بارميزان مزبوط وصوص طومات صوص طومات بالكعب وموتزاريلا فريش موتزاريلا يعم صح أنا رح أحط لكم صوص حتى الباستو أوبشنال يعني الباستو أوبشنال شو كيف؟ بس الحبق طيب مع كومبينيشن الباذنجان وال اي 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 صح حطيت لكم كمان صوص على جنب وبارميزان على جنب اللي على باله يزيد واو تفضلي ثانك يو يعني هون كيف بنبلش؟ من تحت او من فوق؟ بلشنا اسبرغس باذنجان مشوي باذنجان مشوي كلها هلس اليوم ما عندنا شيء مقلي ابدا فينا نقلي اذا بدنا فينا دقيقة شو تينا؟ انا بنطر الام تبع تينا خلص تينا الحلو انه الباذنجان رايحة نيفة رايحة شو؟ رايحة شو؟ رايحة نيفة يعني رايحة مستوية على الاخر بتدوب بالتم يا دوب بالتم كثير طيبة واو مثل ما عم نقول الدجاج مشوي باذنجان مشوي جبنة فريش بعدها اسبرج مسلوق يعني ما عندنا شيء اوكي دسيم انا اي هيلب ماي سيلف ديليشس يا جاد والكومبينيشن كثير طيبة بين الجبنة والباذنجان والصوص طومات والدجاج وبورسيون مهمة هيدي لا هاي وقعة حطينا شريحتين دجاج نو تقريبا شي 100 جرام 90 او 100 جرام بدي اكل مدعي امين ياكل معنا هون ثانك يو جاد امين بحب الاكل بكره لكنا بكره كمان عندنا رسالة طيبه مع جد نحكي عنها بكره بعد البريك رح تكفوا مع رولا بي رونديفو انا بودعكم وبرجع بلاقيكم نهار الاربعاء هاف ا نايس داي